أيوة، عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. سلام على حضرتك وعلى الشيخ أشرف. الله يسلمك يا فندم، اتفضل. أستاذ حضرتك، هو إن شاء الله يعني السؤال بتاعي لحد ما يعني له علاقة بحلقة النهاردة. أنا هخش على السؤال بصراحة. يعني أنا ليا جدتي تقريبا 90 سنة، جدي متوفي، المفروض إن هي لها معاش، ولكن للأسف أحد يعني أبنائها الكبار مستولي على الفلوس دي. جدتي كتير رقبت أمي، برغم إن في ليها أكتر من بنت وليها أكتر من ولد. مستولي على المعاش قصدك؟ مستولي على المعاش، يعني هي ست مش متعلمة، فهو بياخد الفيزا بيروح ياخد. يقبض. هل هي وأنا عايشة عندي معاه بيصرف عليها؟ لا، هي عايشة مع أمي إلى حد ما، بيديها كل فين وفين كده مبلغ بسيط جدا من المعاش بتاعها، بيديها مثلا 300 جنيه 400 جنيه كل شهر، والباقي الله أعلم هو بيعمل بيه يعني. وهي وأنا عندي معاشها كام؟ مشاكل معاشها كام؟ تقريبا 6000 جنيه 7000 جنيه حاجة زي كده. يديها منهم 300 جنيه؟ وهو 300 بيصرف جنيه على و400 نفسه جنيه هو وبيته؟ وولاده بقى وكده. الله أعلم وكل هو بيعمل ايه، الإخوات ما بياخدوا؟ بيقول ان هو بيعين الفلوس، يعني بيقول بيش ان هو بيعين الفلوس، بس من عند المشاكل بين الاخوات اه يعني ستين يعني سكوت سلبي جدا. مم. طبعا عشان هي جدتي، فاحنا ما ينفعش نتدخل ما بين اخوالي وكده. مم. فانا بسأل، يعني هي جدتي تعبانة، وهي يعني عشان هي ست كبيرة، فبتلعب ماما في التعامل جامد. يعني هي بقى لها 5 سنين معاها. طبعا حضرتك عارفة ان كل ما بتكبر في السن كل ما عقلها بيصغر. ماما بدأت تزهق، اللي هو يعني بدأت تتعب، عندها ولاد ومش قادرة على مامتها، ومامتها مش بتسمع الكلام. فاحنا مش طبعا مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نرجعها لحد من ولادها الكبار. فهو بتقعد تعيط، لا انا مش هسيب ماما امي وكده. فاحنا حرامين، مش عارفين نعمل ايه الصراحه. فهل هيبقى حرام لو احنا رجعناها له، قلنا له خليها هي، انت المسؤول عليها وهي تصرف من فلوسها وكده، ولا انا مامتك عندها كم سنة؟ عندها تقريبا 55 سنه 60 سنه في الحدود دي. طيب، وهي ماما بتزهق طول الوقت ولا لا ساعات يعني؟ يعني هي مش يعني هي بتعمل حاجات ما ينفعش تعملها في السن اللي هي فيه، عقلها صغير، ممكن تعمل حاجات تضر صحتها وتضر حوالين اللي حواليها في البيت. هما بيرجعوا أطفال، ايوه يعني سن بالظبط، هم 90 سنة بيرجعوا ده اطفال. كأن هما أطفال، ممكن يعملوا حاجات فعلا مؤذية، فعايزين حد يبقى زي المربية بتاعة الطفل اللي هي ما وراهاش حاجة غير الطفل ما ده، هي دي المشكلة بقى، فهي المشكلة بتبقى عايزة حد مركز معاها. طب أيوة وطبعا ما فيش المشكلة إن إمكانية عندي نجيب أطفال أكبر لها مني. حد، ما فيش إمكانية نجيب لها حد ياخد باله منها، مثلا ست تاخد بالها منها كده، ما فيش ما هو ماديا. ده إمكانية مننا، يعني مننا إحنا، ولا المفروض او من يعني الاخوات يجمعوا ويجيبوا واحدة ست تبقى قاعدة تحت رجليها. للأسف هم كلهم سلبيين، يعني كلهم سلبيين جدا، يعني كلهم ممكن يجوا أقصى حاجة يقعدوا معاها 5 دقايق عندنا بس ويحترموا طبعا ماما حضرتك. عارفة الثواب العظيم اللي هي واصلة له، وعارفة طبعا هي عارفة، هي عارفة، بس طبعا شغلها وولادها الصغيرين ومامتها، كل دي ضغوطات، وغير ضغوطات الحياة اللي احنا عايشينها، كل دي انتوا ضغوطات عندكم، هي عليها. عندها ولاد قد ايه مامتك؟ عندها ماما عندها ولدين، يعني أصغر مني 2 يعني. في انت وفي 2 صغيرين. طيب ماشي، شكرا يا علي. الحقيقة اللي أنا عايز أوجهها الرسالة، إن أحيانا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بيبعت له باب من أبواب الجنة، أو طريق من الطرق التي تؤدي إلى الجنة. فمن أصعب الأمور أن يغلق الإنسان على نفسه هذا الباب ولا يمشي فيه. يعني ده يعني أقرب مثل ممكن أقوله. النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد على المنبر في درجات 3، فكان كلما صعد على درجة قال آمين. فلما فرغ من الصلاة قالوا يا رسول الله، لما كنت تصعد على المنبر كنت تقول آمين، فعلى ما تؤمن؟ أنت بتقول إيه؟ فقال أتاني جبريل فقال لي يا محمد، بعد واحدة من الثلاثة، بعد من أدرك والديه عند الكبر ولم يت أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. يعني ده بعد عن رحمة الله. أنا عايز أقول لك إن من أعظم الفرص إن ربنا يدي والدتك أمها، لأن دي بيقول لها خدي أنا هدخلك الجنة بالست دي، هتعيش إيه 10 سنين تاني، توصل 100 سنة يعني مثلا، ها؟ فتمن سنين، 5 أكتر أقل، هتستحمل الشوية دول، هتدخل أنت بعد كده الجنة، قصتها خلصت خلاص، يعني الأم قصتها خلاص انتهت. دي رقم 1. رقم 2،
الام اللي شالت امها دي او البنت اللي شالت امها دي وهي ست عظيمه طبعا هي نفسها لما تكبر هتلاقي اولادها بيشيلوها وبيعملوا نفس الحكايه، لان الحاجه الوحيده المسدده في الدنيا هي دي. هي دي الحاجه الوحيده في الاعمال كلها صحيح. اللي مسدده في الدنيا عندنا حاجتين ما ينفعش ننساهم خالص، بياخدوا جزائهم في الدنيا على طول. الحاجه الاولانيه بر بر الاباء والامهات او العقوق، بتاخد جزاء على طول في الدنيا ما فيهاش كلمتين. الحاجه الثانيه في الحرم، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه على طول من عذاب أليم. فالحاجتين دول يعني احنا داخلين حرم لازم موضوع مختلف. وانا داخل مع ابويا وامي شوف شوف الحرم دي ما ينفعش ادخل الحرم بنية السرقه، بنية ايذاء الاخرين، بنية ان انا اضرب واحد بكوعي، انتقم لواحد، اسرق شبشب عشان شبشب بيضاع، ما ينفعش ادخل بالنية دي خالص نهائي، لان ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلازم ناخد بالنا. فالحاجتين دولك لهم قدسيه. يعني انا ابويا وامي لما يكبروا دي قدسيه، ده باب ربنا اداهولي ادخل بيه الجنه. اقفله ازاي؟ هديه جات لي لحد عندي عظيمه. بيبقى الملك بيقول لك كده، اقوم واخده الالماظه دي رميها مثلا. باب بيقول لك خد مفتاح ده، المفتاح ده اما تمشي في اخر الطريق اللي انت فيه ده هتلاقي باب هتفتحه هتدخل تلاقي نفسك في الجنه. هو ده اللي حاصل دلوقتي. هو ده اللي امك خدته في الخمس سنوات اللي فاتت. ويكمل بقى، اجي بقى في نص الطريق بعد ما استحملت اصعب الاوقات واعمل الكلام ده، وبعدين دي لازم اخد بالي من الحته دي. الحته الثانيه احنا لازم نتعامل معاها مش على انها جدتي، انا لازم اتعامل معاها على انها بنتي. ركزوا في الفرق. هو بيقول هي بقت طفله خلاص، اتعامل بقى، انا اتعامل بقى بالطريقه دي، العبها، اجيب لها العاب اطفال تلعب بيها، حاجات تسليها، ما بنضحكش على كده، ما مش استهزاء خالص. انا اجيب لها حاجه تسليها، هي هتفرق معاها الشكل واللعبه البسيطه والهديه البسيطه. وهل يعني مرات الابن تاخد الثواب والابن والابن ما تاخدوش يعني؟ لا مثلا انت قصدك لا، ما هو شوفي خد بالك، ده انا عايز اقول لك على حاجه تانية خالص. ان الاخرين اغلقوا باب الجنه على انفسهم، اللي خد فلوسها ده ومش عايز يديها لها ولا يعالجها ولا ينفق عليها، اللي بيجوا يقعدوا معاها ثلاث دقائق ويمشوا، هيتعامل معاهم وانت هتشوف، هيتعامل معاهم على حياتك لان انت لسه صغير اكيد، هيتعامل معاهم نفس اللي بيتعامل مع جدتك لما يكبروا. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين اللي عنده اب وام او جد او جده يشيلهم فوق دماغه ويمشي يلف بيهم ويفرح بيهم اكتر من فرحه باولاده او بابنائه.